السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة رد على تساؤلات مهمة جدا جدا بخصوص كورس تعليم الخياطة من كتب التفصيل. يلا نبتدي على بركة الله، واتمنى تشيروا الفيديو عشان ردودي توصل للجميع، وبرضو منعيدش نفس التساؤلات التانية عشان نركز في شغلنا. نعمل لايك ونعمل شير كتير، مهم قوي النهاردة اللي اهم من لايك ان احنا نعمل شير. يلا مع بعض. اول حاجة يا جماعة، المصداقية مهمة جدا جدا. المصداقية من ناحيتي ليكم مهمة جدا جدا. اول حاجة، مش مخبية عنكم كتاب التفصيل خالص، قلتلكم صرحتكم ان كتاب التفصيل ده كتاب المدرسة اللي استلمته في المدرسة ايام المدرسة الفنية بتاعة الملابس الجاهزة. الكلام ده بقاله سنين كتير، والكتب دي معايا لسه محافظة عليها، لان قالولنا في اول يوم في الدراسة الكتب دي قيمة جدا جدا جدا، لازم تكون معاكي في حياتك، وبعد ما تتجوزي وبعد ما يكون لك بيت مهم قوي الكتب دي تكون معاكي. خدنا الكلام ده حفظناه كويس قوي واحتفظنا بالكتب، تمام؟ طيب بتتباع فين؟ والله ما اعرف بجد. بكام؟ والله برضو ما اعرف، والله بجد انا معلش اذا كنت بحلف كتير، في ناس مش هتصدق غير لما احلف. انا ما اعرفش الكتب بتتباع فين ولا بكام، ولا انا اعرف موضوع الطباعه ان انا احطه لكم، بس اللي اعرفه ومتاكده منه قوي 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 ان انا بديكم بمنتهى الضمير كل اللي في الكتب، وكان الكتاب ده معاكي. يعني كل درس بتاخديه وبتكتبيه هو هو بالظبط نفس اللي مكتوب بالظبط، ما اقدرش احيد ولا ازود من عندي لان ممكن ارتكب جريمه في حق الباترون وانا لا اسمح بذلك. فبالتالي اتاكدي انك بالمتابعه كان كتاب الباترون معاكي بالظبط، تمام؟ طيب رقم 2، الالف تعليق بتوع اعمل لنا جروب واتس او اعمل لنا جروب تليجرام عشان نقدر نتابع فيها. ازاي؟ انا كذا مرة اجاوب على نفس الموضوع. في على الجروب اللي خدها اسهل ماما عبد الرحمن على الفيسبوك 100,000 عدوة، واحتمال 11,000 زيادة كمان، يعني 111,000، يعني عدد كبير قوي 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 من الستات او النساء الراغبين في التعليم. ليه انا اضيق المساحة دي في جروب واتس ياخد 250 عضوة بس؟ الباقي هيعمل ايه؟ الباقي هيتابع ازاي؟ او تليجرام 20,000 عضوة بس، وتدخلوا بس في التليجرام مرة تتحمسوا، مرة عندي ظروف، ومرة عندي حالة مش عارف فرح او وفاء او 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 ومعازير كتير. ما انت كده بتلزميني معاكي بالمتابعة في التليجرام وانت مش ملتزمة. فجروب الفيسبوك يا جماعة في 111,000 عدوى، كل يوم بتنزلوا تطبيقات، وغير غير مسموح تماما باي حاجه بتنزل غير التطبيقات بتاعتكم. ممنوع اي فيديو لاي حد، ممنوع اي فيديو حتى لو مع عبد الرحمن نفسها ممنوع، تمام؟ وقائمه على الجروب انا، اعوذ بالله من قولة انا، وام البنات ادمن جميله ومحترمه جدا بتقضي معظم وقتها في الرد على العدوات ومتابعتهم وتشجيعهم وتصليح ليهم، وكانهم مع عبد الرحمن بالظبط، تمام؟ فليه نضيق مساحة الواتس او التليجرام، تمام؟ جت اسئلة تانية، يا ريت يا ريت يا ريت نعمل جروب واتس تشرح لنا فيه بدون نت وبدون يوتيوب. فاهمة، انا بوفر لك. وعلى فكرة الكلام اللي بقوله ده بلا حرج تماما، بلا حرج تماما، منتهى الصراحة والمصداقية اقول لك اللي بتطلبيه مني ده خسارة ليا 100%، خسارة ليا 100%، تمام؟ اليوتيوب ارباحه بسيطة جدا، وكل مرة بقول الكلام ده عشان قناتي تعليمية بتقدم دروس تعليمية، فنسبة ارباح الاعلانات بتاعتها في السعر اقل من القنوات التانية، هي كده متصنفة تعليمية فليها نسبة معينة او ليها اسعار معينة في الاعلانات، بتبقى اقل شوية من الفلوجات في القنوات التانية. فانت النهارده بتطلبي مني كمان انك تلغي مشاهدتك كمان على اليوتيوب، هل يقبل؟ يعني انا لو طلبت منك تشيري، لا بطلب تشيري بس كتير، بطلب تشيري وساعات بتشيري وساعات لا، يعني مش بدقق قوي. هل يعقل بدل ما تشجعي، بدل ما تقفي قدام جنب الكورس وجنب القناه بتاعته مع عبد الرحمن، جنب مع عبد الرحمن نفسها، ان انت النهارده بتطلبي منها تعالي اعملي لنا الدروس دي، الدروس دي بتجيلك مجاني، انا بتكلفني انا. الدروس دي بتجيلك مجاني حضرتك، لكن انا بتكلفني انا، حضرتك بتكلفك انك انت بتشوفي الفيديو زي ما بتشوفي فيديو طبخ،
زي ما بتشوف الفيديو مقلب، زي ما اولادك بيمسكوا التليفون طول النهار ويقلبوا في القنوات اللي على اليوتيوب، حضرتك بتكلفي نفسك وبتشوف الفيديو. طب هقول لكم على المفاجاه، انا ام عبد الرحمن بتحرق فيديوهاتها، انا بحرق فيديوهاتي. اه والله بجد بحرقها بجد. ليه بقى؟ نزلت النهارده فيديو يوتيوب على يوتيوب ومفروض استنى يعمل مشاهده، ومش كل القنوات بتعمل كده. انا بعد ساعتين ثلاثه رحت منزلاه على الفيس على طول مباشره بدون روابط، اتحرق، حرقته انا كده، حرقته. حضرتك بتشوفيه على الفيس بدون روابط، هتروحي تفتحي القناه ليه؟ تكلفي نفسك يوتيوب؟ مفيش حد بيعمل الكلام ده، تمام؟ انا بعمله عشان اصحاب الباقات، عشان النهارده بتقولي لي لا ما تنزليش على اليوتيوب خالص، نزلي لنا بدون رابط على الفيسبوك، يبقى انت بتخربي بيت ام عبد الرحمن. والله بجد ربنا ما يخرب بيت حد خالص. بس هو ده اللي بيحصل. النهارده انا هكلف ثمن الفيديو واضاءه وقولي معايا وكهرباء وكمان اللي اسمه ايه ده، فلوس النت، فلوس النت، لان انا بقى بعمل سرعه زياده قوي قوي عشان بنزل كذا فيديو في اليوم. الباقات بتاعتكم دي ما بتقعدش معايا اسبوع، انا يمكن بعمل اضعاف وبسهلك الاضعاف، تمام؟ انت بتقولي لي النهارده اعملي ده كله ببلاش، انا يعني انا بعمل اللي عليا واللي يرضيني، ويرضيني قدام ربنا ويرضي ضميري ان انا بنزل لك الفيديو ده بعد ساعتين، وبطلب منك تنفعيني او تساعديني او تقفي جنبي في ساعتين بنزل فيهم الفيديو على اليوتيوب، تمام؟ في ناس ما بتنزلش فيديوهاتها خالص على الفيسبوك خالص، تقول لك انا لا انا لازم انزله على اليوتيوب عشان يعمل لي مشاهده ويعمل لي فلوس، انا هستفيد ايه لما انزله لك على الفيسبوك؟ وفي ناس بتعمل الكورس ده اونلاين على الفيس وبفلوس. حضرتك بتبعتي لها الفلوس على الفودافون كاش او على اي حاجه، وبتاخد ثمن الكورس مسبقا كاملا ولا ينقص من ليم، وهي مش مهم انت فاضيه ولا لا دلوقتي، انا حددت ميعاد الدرس. بتطبخي في زياره بره جوه، انا مش بتاعتي، انا واخده فلوس وبنزل الكورس، مش داخله بحاجه. متابعتك ديت مجرد تحصيل حاصل، مش بعمل كده خالص والله، والله العظيم ما بعمل كده خالص. وحق اي حد انه اتعلم حاجه انه ياخد مقابل، هو حر على فكره، مش حرام ان انا اتعلمت حاجه اخد مكانها مقابل، تمام؟ بس انا عايزه الكورس ده يكون حسنه وصدقه جاريه ليا ولاولادي، ربنا يسترها عليا وعلى اولادي، والاقي اللي يقف لهم يساعدهم في يوم من الايام، سواء انا او الادمن ام البنات، نبتغي مرضات الله، وكلنا على قلب رجل واحد زي ما بيقولوا، نفس الهدف ونفس الغايه ونفس الامنيه والله، ان احنا يكون لنا نصيب من دعواتكم، تمام؟ انا متاكده ان البني ادم الصادق مصداقيته بتوصل للناس، حتى لو كان في بينهم 1000 شاشه و1000 حاجز، تمام؟ متاكده جدا جدا ان الانسان الشفاف يقدر يوصل لاي حد في اي وقت، تمام؟ النهارده انا ما بتاجرش بالكورس، النهارده انا رغم التعليقات السيئه اللي بشوفها كل دقيقه، لكن انا يعني مكمله ومصممه، هتجاهل اي ردود، بلوك لاي حد هيضايق ام عبد الرحمن او هيتسبب او هيسبب او هيتسبب المره الثالثه ان نيه ام عبد الرحمن تبقى معكره او مقدره او مش خالصه لوجه الله تماما بجد. بزعل قوي 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 لما حد يضطرني ان انا ارد، بتضايق بتضايق، بندم بعدها، مش ندم ان انا غلطت في حد، لا انا بشوف ان فعلي هو رد فعل، اللي انا بقوله هو رد فعل. مثلا جيت عليك بتقول لي قفلت التليجرام، حرام عليك. ليه حرام عليا؟ حرام عليا ليه؟ بدل ما كنت بعلم 3 4 تليجرام، انا بعلم النهارده 111000، مش حرام عليا ولا حاجه. مش عايزين نحلل ونحرم على الفاضي ومليان، مش عايزين يعني ننصب نفسنا في امور مش بتاعتنا، يعني فاهمين ازاي؟ مش حرام عليا والله، لو انت تابعتي واستفدتي، انت عايزه تتابعي هتتابعي وهتتعلمي، لو في بيني وبينك 1000 شاشه هتتعلمي. انا ما لقيتش حد يعلمني او حد يشرح. مدرسه كانت بتقولي الدرس مره واحده، وانت بقى في مره وقفت عملت شجاعه وبطل، قلت لها انا ما فهمتش، انا مش عايزه اقول لكم على اللي حصل، مش عايزه احكي لكم على اللي حصل. ورشه يعني مصنع، مصنع صغير فيه 3 فصول لسنه اولى او 4، كنا حوالي اكتر من 400 بنت، ورشه كبيره. وقفت قلت لها انا ما فهمت، انا كنت ببقى متسابقه على ان انا اقعد في اول مكان او اول مقعد، تكون قريبه من السبوره عشان احاول استوعب، يعني انا متهيألي انه انا ده تفكيري من زمان، لما ابقى قدام هفهم اكتر، ورا ممكن الغي وما افهمش. فقلت لها وقفت قلت لها انا مش فاهمه.
قالت لي لفظ مش كويس. نعم يا كذا، عندك 400 بنت، روحي افهمي من اي حد. يا نهار ابيض. طبعا سوسته شدينا ما كلمناش خالص، وقلت انا اسفه وقعدت. ومن يومها وانا بشتغل على نفسي واركز. اللي دخل الدبلومات يعرفوا كويس قوي ان معظمهم ما اتعلمش حاجه، ان معظمهم ما اتعلمش حاجه الا ما رحم ربي. معظمهم خد الدبلوم وطلعوا ما فهموش اي حاجه. خلاص شوف اللي جنبك، مستوى ذكائك يختلف على فكره. يعني ممكن حضرتك ما فهمتيش عشان اصلك سرحانه. وانت بتفكري بقى، بص ممكن تسمعوا كلام اصعب مما تتخيلوا، بس انا هدفي اتعلم. خلاص لا كان في نت ولا يوتيوب ولا موبايلات ولا اي حاجه، ولا اي حاجه والله. اخبطي راسك في الحيط بقى، اتعلمي زي ما انت عايزه. كنت بشوف من زمايلي واحاول اكمل الناقص اللي عندي، واشوف في الكتاب، ولو تلاقي الكتب بتاعتي عباره عن اني انا كنت بذاكر، ما كنتش بروح احكي واهزر، وكنت بقعد اسهل على نفسي واقعد ارسم واعمل حاجات لنفسي كده اسهل بيها. مش عارفه هو باين ولا لا، قاعده اسهل بيها طريقه الرسم، افهم نفسي، ابسطه لنفسي، لغايه ما ربنا كرمني والنهارده انا معاكم عشان اساعدكم. لا بذل حد، ولا قصدي ان انا اقلل من قيمه حد، ولا قصدي ان انا اتجبى على حد او امن على حد. معاذ الله معاذ الله معاذ الله اني اكون صاحبه فضل على حد. الفضل لربنا وحده، انا سبب ليكوا وانتوا سبب ليا، يكون لي نصيب في دعواتكم. انا سبب ليكوا وانتوا سبب ليا ان تكون سبب دعوات او ستر ليا او حاجات مهمه او هدايتي او 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 الله، يعني ربنا وحده يعلم. تمام، فده كان ردي. كلمة طيبه صدقه طبعا. كلام كويس ممتاز، وكلمات الحنونه لها ايادي. فلما تيجي تجرحي او تجرحي في عبد الرحمن على فيسبوك، ما تزعليش لو هي اتحمقت على نفسها وردت، او مثلا يعني ضايقت على كرامتها شويه وردت، ويتقال لها بعد كده انت قللت الذوق في الرد، اصل بترد مش مسموح. يعني انا بني ادم. او تقولي لي مثلا انا على فكره مشتركه لك في القناه، ها، ومشجعك. لا شيليه اشتراكك، مش عايزاه. لو انت فاهمه انك هتربطيني او هتذليني او هتضايقيني باشتراكك، لا خديه، انا مش عايزه اشتراكك على فكره. الاشتراك والمشتركين في القناه مجرد عدد. يعني انا ما باخدش مثلا عندي 70,000 مشترك على القناه، انا ما باخدش عليهم 70,000 جنيه، او انا باخد عليهم فلوس، لا مجرد عدد. الصيت ولا الغنى، عبد الرحمن قناتها فيها 500,000 مشترك او فيها 70,000 مشترك، هو ده بس الموضوع. ما باخدش فلوس على الاشتراك خالص. بتكلم ليه في الماده؟ عشان انت مش ما تشيل اشتراكك مش هتمنعي مني رزق. رزقي على الله، رزقكم في السماء وما توعدون. قبل ما تطلبي من عبد الرحمن تكون مهذبة، انت كمان لازم تكوني مهذبة. وطبعا كل اللي عايزين يتعلموا على راسي من فوق، لو هي واحدة بس زي الرسائل الحلوة اللي بتيجي وتقولي انا ربنا كرمني وبقى لي لقمة عيش وبشتغل عشان تبعتك او اتعلمت منك، على راسي على راسي. بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، عمري ما نكرت فضل حد. ولو هبقى في مكانه اعلى او اكبر من اللي انا فيها، كل الناس على راسي من فوق. كل التحيه وكل التقدير لكل من واقف جنبي، لكل من فيهم حاجه. انا معاكم لاخر لحظه، يعني بعتذر على الاطاله وبشكركم جدا، وتاسفه على عناوين المسيره دي يعني، بس انا كنت حابه الرساله توصل لكل الناس، ومش هتوصل غير لما اعمل عنوان المسير تدخلوا تشوفوا فيه ايه، عشان بس كل الاسئله تبقى راحت لكل الناس. وبشكركم جدا جدا جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.